تغيض قصص الفن والفنانين والثقافة هنا في جبل الويبدة المطل على وسط البلد عمان منذ أكثر من 50 عاماً، حيث تأسس أول مسرح يعرض الفنانون فنونهم عليه ويقدمون رسالتهم النبيلة للمجتمعات التي تعاقبت عبر أكثر من 5 عقود كاملة. كان مسرح أسامة المشيني علامة فارقة في تاريخ المسرح الأردني، واستقبل على خشبته البدايات الأولى لهذه الحركة والنهضة التي بدأت بوجود الجامعة الأردنية ومسرحها، والذي قدم كثيراً من الفنانين على هذه الخشبة، فقدموا رسالة نبيلة استحقتها الأجيال، لكنه اليوم يحتاج إلى مزيد من الاهتمام هنا في جبل الويبدة في العاصمة عمان. خفايا الحكاية نرويها لكم من على خشبة مسرح أسامة المشيني، أول مسرح أردني نطق بالفن والجمال. قبل 55 سنة تقريباً رجع حاتم السيد من مصر العربية، درس الفن المسرحي هناك. خلال عمله بوزارة الثقافة ولدت لديه فكرة بناء مسرح هنا في جبل الويبدة، يكون مكانها الكلمة الحارة واللي تترك أثر على المجتمعات وترتفع بذائقة المتلقين. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، كنت أول خريج أنا زميلي أحمد القوادري. جينا على الأردن ما كان في مسرح، كانت العروض تتم في مدرج سمير رفاعي في الجامعة الأردنية، وكان في ذلك الزمان الجامعة الأردنية بعيدة جدا جدا جدا، فبلشت المعاناة. طيب كيف بدنا نشتغل؟ تشتغل مسرحية بدون إضاءة، تصميم إضاءة وبدون تصميم صوت، بالإضافة لأنه خشبة المسرح مش ضمن المواصفات اللي هي للمسرح الحقيقي. بدأنا نشعر بالحرج إنه إحنا صرنا نختار عروض نصوص مسرحية تعتمد على الكلمة الحارة، ما تعتمد على الفن والفن. حتى أجت الفكرة، كان الله يرحمه عبد الرحيم عمر مدير دائرة الثقافة والفنون الشاعر المعروف، يقولنا له يعني مش معقول هيك، صار في ازدياد في حركة خريجين المسرح. يعني كان زميلنا أحمد قوادري، أحمد شقم خريج بلغاريا، وأنا خريج مصر، وأحمد قوادري خريج مصر، بدأنا نشتغل. طيب وكانت الأمور غير مهيئة تماما إلا أن نقدم عمل مسرحي بالمواصفات مش اللي إحنا بدنا إياها، يعني أقل من ذلك بكثير. اصطدمت محاولات بناء المسرح برفض حكومي وأسبابها متعددة، إلا أن الفكرة قامت وبدأت الرحلة على أول مسرح في تاريخ الأردن الحديث على بعد مسافة قصيرة من مسرح الرومان الكبير القديم. كتب عبد الرحيم عمر لدولة الرئيس، قال له بدنا 10,000 دينار نعمل مسرح. طبعا جاله الرد من وزير المالية، بيكتب لرئيس الوزراء رفض الفكرة، وبقول أنتم تعلمون ماذا يدور في الخفاء في الملاهي والمسارح ومش عارف إيش. المشكلة أنه المسؤولين عندنا أيامها ما كانوا يفرقوا بين المسرح وبين الكباريه وبين الملهى وبين، يعني مشكلة، وأنه يعني رفض الفكرة. فاحتجت العالم وهذا من هنا لهنا. طبعاً في الأخير يعني تمت الموافقة على أنه يدفع 10,000 ليرة على أساس يضبط المسرح، وبالفعل في 1974 تقريبا تم انتهاء من الشغل في هذا العمل، وقدمت في ذلك الوقت مسرحية الغائب، كانت من إخراج الأستاذ المرحوم جميل عواد. تعددت روايات مكان هذا المسرح، لكن من بينها أنه كان اسطبل خيول تحول لمكان تنشر من خلاله الثقافة والفن والمسرح، وعلى أيدي من آمن بالفكرة.
صار الاقتراح انه نحول هذا الكراج، كان هذا عبارة عن كراج، كراج سيارات. ما قبله كان اسطبل خيول لعائلة البشارات اللي هم أصحاب البناية. فجينا وتفرجنا وشي جاب، كان مساعد المدير العام فاروق جرار، فكان في مهندس مصري اسمه خيري أسعد، جاب خيري أسعد والتفينا حواليه على أساس أنه نعمل هذا المكان مسرح. مسرح وزارة الثقافة أم مسرح أسامة المشيني، تعددت التسميات، لكن تسمية هالمسرح كان له قصة ارتبطت بمقتل عائلة أردنية بظروف مأساوية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا البداية كان اسمه مسرح وزارة الثقافة. بعدها يعني في الثمانينيات تعرض زميلنا أسامة المشيني لحادث قتل في أمريكا، فجرت العاطفة حزناً على وفاة شاب مثل أسامة المشيني اللي كان رفيقنا في المسرح. فطبعاً في لحظة انفعالية كان مدير دائرة الثقافة والفنون في ذلك الوقت الأستاذ حيدر محمود، فقال هذا المسرح نسميه باسم أسامة المشيني. كانت الفنون في ذلك الوقت من المحرمات في نظر المجتمع حتى المسؤولين، اللي يقوم بها يتعرض لكثير من التنمر وخطاب الكراهية ونعتي بصفات كبيرة لا تحتمل. لغاية اليوم احنا بنواجه الصعوبات، يعني مرة بيحكي زميل إلنا لا مسؤول كبير على أساس إنه يعطونا البرلمان اللي في الدوار الأول، وأنا كنت واقف وقال له هاي مدير المسارح عني أنا، فبدنا هذا المسرح نعمله، قال له أنا أعطيه لرقاصين، وهذا رئيس وزراء يعني مش وأنا بعرف هذا الرجل، بعرف هذا الرجل إنه قارئ كتب ليوم الكتب، يعني عمرك ما بتروح عليه على بيته إلا تلقاه قاعد بيقرأ في رواية أو بيقرأ في إشي، يعني أنا شافت هذا بأم عيني يعني، عرفت كيف؟ كان كثير كثير يعني يجرحونا في الشارع ويعني بكلام مش مزبوط، بيعرفوش إنه المسرح فكر بالدرجة الأولى، واللي عنده فكر يعني بيقدر يصنع المستحيلات. لكن أيضا هناك أردنية في ذلك الوقت قررت الوقوف على خشبة المسرح، وكان لها رفيقات أيضا، فإذا كانت الفنون محرمة في ذلك الزمن على الرجال حتى وإن كانت هادفة، فكيف تتجرأ النساء على التمثيل والوقوف على خشبة المسرح هنا في وسط البلد عمان؟ أول سيدة اللي هي ست قمر السفدي، ما أحد بينكر فضل هذه السيدة على المسرح، هي مارغو مالتشيان وسهى مناع، وانضمت لهم جولية عواد كمخرجة مبدعة يعني أيضا كمان. رابطة للفنانين بعدين نقابة لهم، هي جهود قادها التنويريون الأردنيون منذ زمن بعيد على رأسهم حاتم السيد، حاولوا في كل مرة أن يثبتوا أركان البيت الفني الأردني، نجحوا مرارا وخذلوا مرات أخرى، لكن أصعب الخيبات كانت تلك التي تأتي على يد زملائي ورفاق المهنة. في لقاء والله باب المسرح هنا، فبقول سيادة الشريف، يقول له يعني إحنا ما عندنا لا نقابة ولا مسرح ولا مكان نتجمع فيه، يعني لازم نتجمع في قهوة السنترال في وسط البلد. فقال لي ما أنتوا لسه، شو اللي مطلوب؟ قلت له مطلوب إنه يكون لنا نقابة. قال لي أوف أوف نقابة مرة واحدة؟ قال شو رأيك تعملوا بالأول رابطة وتحث زملائك الموسيقيين إنه يعملوا رابطة موسيقيين وأنتوا رابطة مسرحيين، والتشكيليين يعملوا رابطة وهكذا، وبعدين بنضبكم في نقابة. وبدأت الفكرة إنه إحنا
كرابطة مسرحيين راح نكون نواة لنقابة فنانين. وبذلت جهد كبير في السعي لنجاح الفكرة، وبدأنا نعمل رابطة. وشكلت رابطة المسرحيين في 31/12/1977، وبدأت الفكرة تتطور. بعدين أجوا الشباب قالوا نعملها عشان تضم الكل، نعملها رابطة فنانين. وبالفعل عملوها رابطة فنانين في 84. أول مسرح في الأردن كلفته 10,000 دينار كان منارة الفن والثقافة الأردنية، ما زال شاهداً على كثير من المسرحيات التي نقلت واقعنا بكل تفاصيله، وما زالت تنقله دون تجميل، ولسان حاله يقول أعرف كيف يدار المشهد هنا من خلف الستار.